سلامتك. سلامتك. قلت لك تعال بعد ساعة، سعيد مشغول الآن. وأنا أريد أن أقابله في موضوع مهم. عندنا اجتماع لجمعية السلامة والأمان. والموضوع المهم يتعلق بالسلامة والأمان. من هناك؟ الثالح. أهلا، ماذا تريد؟ هل لي أن أعرف لماذا تجتمعون بدون إخطاري؟ عندنا مشروع جديد لجمعية السلامة والأمان، أغنية كتبها جوهر وتغنيها كهرمانة. مع السلامة. أي أي أي، ماذا تريد؟ تتحدثون عن السلامة والأمان وكدت تكسر أنفي بالباب. متأسف متأسف يا فالح، في المرة القادمة خذ الحذر. هذا العنوان مني أنا. وجدتها وجدتها. ماذا ماذا؟ عنوان الأغنية خذ الحذر. جميل جميل. خذ الحذر خذ الحذر، دقق ولا تهمل، لديك في المنزل مواضع كثيرة فيها خطر. خذ الحذر خذ الحذر، دقق ولا تهمل، لديك في المنزل مواضع كثيرة فيها خطر. تجنب الحوادث واحذر من النسيان كي لا يصيبك الضرر وتعرف الأمان. خذ الحذر خذ الحذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا يوسف. شكرا شكرا. سمعت أنكم تنوون إجراء بعض التحسينات المنزلية. قررنا تغيير ورق الجدران، ولكننا اختلفنا في الألوان. يوسف يريد الأبيض، وأنا أحبذ الأصفر، وأم يوسف تريد الأخضر. بسيطة بسيطة، اجعلوا غرفة بالأبيض وغرفة بالأصفر والثالثة بالأخضر وتنتهي المشكلة. المشكلة أن هذه الأعمال تستغرق وقتا طويلا. حسن يذاكر دروسه، ورجاء تستعد للامتحان، ويوسف يجب أن ينجح في الطب. اطمئن، في يومين سأنهي البيت كله. أنت؟ وما علاقتك أنت؟ اعتمد علي، لي خبرة طويلة. والدكان؟ من الغد سأمنح نفسي إجازة سنوية عادية وليست مرضية. إجازتك السنوية يجب أن تخصصها لراحتك وليس للعمل في بيوت الناس. أنا أجد راحتي بالعمل لا بالكسل. الكسل شيء والراحة شيء آخر. الراحة حق لجسمك عليك. اطمئن، سأعرف متى أرتاح. لا لا لا، أعتقد يا خليل أنك تعرف كيف تهتم براحتك الجسدية والنفسية. ليش أنت تعرف؟ بصراحة لا. إننا نغرق بالأعمال وننسى كيف نهتم براحتنا الجسدية والنفسية. خذ الحذر خذ الحذر، دقق ولا تهمل، لديك في المنزل مواضع كثيرة فيها خطر. خذ الحذر خذ الحذر، دقق ولا تهمل، لديك في المنزل مواضع كثيرة فيها خطر.
تجنب الحوادث واحذر من النسيان كي لا يصيبك الضرر وتعرف الأمان. خذ الحذر خذ الحذر. الله جميلة أعجبتني وأظنها ستعجب سعيد أيضا. شكرا شكرا أخجلتي تواضعي. سمعنا أنك ستقوم بتغيير ورق الجدران في بيت أبي يوسف ونريد أن نساعدك. لماذا؟ ستقرأ في هذه الورقة كل ما يمكن حدوثه في المنزل. مصادر الحوادث في المنزل: التمديدات والتوصيلات الكهربائية، الغاز والكيروسين والمواقد، العقاقير والأدوية القريبة من الأطفال، الأطعمة التي لا تحفظ جيدا، الأبواب المرتدة، الزجاج، الأدراج والسلالم والشرفات، رفع الأحمال والأثقال. رائع. شكرا سعيد. عفوا عفوا، جمعية السلامة والأمان دائما في خدمتكم. ألو، من؟ يوسف. أهلا أهلا يوسف. أي نعم. ها؟ لا 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 لا، ذهبتم؟ ها، انتهى الموضوع. طيب طيب، لا لم أستطع. لماذا؟ شيء يحترق. ها؟ شيء يحترق. بالتأكيد عند الجيران. عندنا نحن. عندنا؟ أوه، القميص. أوه، عبد العزيز، ماذا جرى لك؟ خذ الحذر. أنا أساعدك، أقدر ظروفك. منذ أسبوعين نمت وأنت تدخن سيجارة. أوه. فسقطت على الأرض وكدنا نحترق. وفي الأسبوع الماضي نسيت أنبوبة الغاز مفتوحة وكدنا نختنق. واليوم أيضا. متى تنجبين وتنقذينني من الأعباء المنزلية؟ أنا لا أجيد الأعمال المنزلية. لا يتطلب الموضوع إلا شيئاً من الحذر ونتخلص من مفاجآتك المرعبة. تعرفين أني لا أفهم في لصق ورق الجدران. الجيران عرضوا المساعدة ونحن لا نعمل شيئاً. يا فوزية، أنت حامل وأنا مشغول. ولو ساعة واحدة. أوه، عمل بعد الدوام؟ لولا خوفي على الجنين لعملت مساعدة لخليل. هيا بنا نساعد بقدر ما نستطيع. هيا. عفواً عفواً يا أمي. مهلاً مهلاً يا جماعة. لا تخافي، سنعيد كل شيء إلى مكانه. أعرف، ولكن البيت أصبح فوضى. ما هذا؟ هنا أيضاً. عفواً عفواً سيدتي، المرأة الحامل لا تحمل أشياء ثقيلة.
لو ترتاحين يا فوزية في غرفة أخرى. هنا أيضا طلب أبي أن نبرأ السارة. وهل طلب منك أن تعبث بمحتويات المطبخ؟ خذ يا هذا اخرج. هيا اخرج من هنا. خذ يا هذا وأنت أيضا. هيا فوزية، ما هذا؟ تعاون زحمة. ما هذا؟ ما هكذا تحمل الأشياء الثقيلة بهذا الشكل؟ تؤذي ظهرك والعمود الفقري. حتى أنت يا عمي صرت تقدم نصائح طبية تعلمتها من يوسف. لا 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 لا، هذه أعرفها من طبيبي، قال لي تجنب الانحناء صيانة للعمود الفقري، خاصة لمن في مثل سني ولمن يشكو آلاما في الفقرات. وإذا سقط منك شيء على الأرض كيف تلتقطه؟ ها؟ هكذا. يا يوسف أخشى أن تطلب مني غدا طلاء الدكان. من ترك هذه الأسلاك مكشوفة؟ ألم يرى ذلك؟ هل أنت بخير يا رجاء؟ الحمد لله مرت بخير. الأسلاك الكهربائية لا يمكن التهاون في هذه الأمور، كان ينبغي أن يعلق هذا السلك عاليا. ولكننا نستعمل هذه الماكينة لفترة قصيرة. ولو، لا ترموا هذه الأسلاك على الأرض، خصوصا وأن المكان ممتلئ بالناس. ينبغي توصيل كل الأجهزة الكهربائية بأرضي إيرث، تخفيفا لاحتمالات الصدمة الكهربائية. أنا متأسف. يصل التيار الكهربائي الأجهزة المستعملة عبر أسلاك معزولة، ومثال على ذلك هذا النموذج للسخان الكهربائي الذي يصله التيار عند استكمال الدائرة من السالب إلى الموجب، وينقطع عنه عند غلق المفتاح الكهربائي. وتكون الأجهزة نفسها معزولة ولا يتسرب منها التيار إلا عند حدوث خدش العازل الخارجي أو عند تماس السلك المكشوف بجسم معدني، وفي هذه الحالة يتعرض الإنسان للخطر عند لمسه الجهاز المكهرب، ويصبح الجسم موصلا للتيار الكهربائي، لأن المحلول الملحي الذي يتكون منه الجلد والأنسجة موصل للتيار الكهربائي. وإليكم البرهان بالتجربة التالية. نضع قطبي التيار الكهربائي في إناء به ماء ومتصل بمصباح كهربائي، إن المصباح لا يضيء. نضيف الآن شيئا من الملح للماء فيصبح المحلول موصلا للتيار، وبذا نرى المصباح يضيء، مما يدل على اتصال قطبي التيار الكهربائي عبر السائل المالح. هذا التأثير نفسه يحدث في سوائل الجسم، فينتقل التيار إلى جميع العضلات والأعصاب بما فيها القلب، وكذلك خلايا المخ المسؤولة عن التنفس. وإذا كانت الصدمة الكهربائية قوية لا يعود العمل الإيقاعي في الجسم إلى حالته الطبيعية إلا نادرا، حتى بعد توقف التيار، مما يؤثر على خلايا المخ والجسم ويتوقف التنفس، ولا يصل إلى الجسم ما يحتاجه من أكسجين. وهنا تأتي أهمية إجراء الإسعافات الفورية للمصاب، مثل تدليك القلب
تضم قبضة اليد بشكل صحيح ثم يضغط عموديا من أعلى من 70 إلى 90 مرة في الدقيقة. الضغط بقوة على أضلاع الصدر يؤدي إلى انضغاط القلب بين الصدر والعمود الفقري، وبذلك يندفع الدم ثانية خلال الدورة الدموية. لكن عملية تدليك القلب لا تكفي وحدها لإعادة الحياة، وإنما يكون المصاب بحاجة أيضا إلى التنفس الصناعي. هكذا فقط يمكن للهواء أن ينتقل خلال ممرات التنفس إلى الرئة بمعدل مرة كل 2 ثانية. المهم أن تكون الطريقة صحيحة. تلمس الجبهة باليد اليسرى وتوضع اليد اليمنى تحت الذقن، بحيث يتسنى للإبهام أن يغلق الفم تماما. ويفضل أحيانا أن تتم عمليتا التنفس الصناعي والتدليك في آن واحد. الذي وضع الغاز في قنينة الماء، هل شربت منها؟ هيا إلى الطبيب، هيا. لن أبلع الغاز يا أبي. الحمد لله. إذا وضعتم في القنان العادية مواد خاصة، على الأقل ميزوها بعلامة فارقة وواضحة تؤكد الخطر الكامل فيها. هذه حالة تسمم دوائي. بعض الآباء يهملون في وضع الأدوية في متناول يد الأطفال، وهذا شيء خطير جدا، مما يتسبب إلى تسمم دوائي قد يؤدي في بعض الأحوال إلى الوفاة إذا لم يدركه الطبيب في الوقت المناسب. الأدهى من ذلك، بعض الناس يهملون ويضعون بعض المواد الحارقة أو مثل الكيروسين في أنابيب أو قوارير القلفة. حدث لي أنا حادثة، كان طفلي وكنت مع طفلي على البحر، فوجد طفلي قارورة قلفة أخذ يشربها، اتضح أن هذه القارورة فيها كيروسين. من المسؤول عن هذه الأشياء؟ المسؤول عنها الناس المهملين الذين وضعوا هذه الكيروسين وأهملوها ووضعوها على الشاطئ. وفي نفس الوقت حتى داخل البيوت يجب أن يتحذروا من هذه الأشياء. نكرر النصيحة أن يضعوا الأهل الأدوية بعيدا عن متناول الأيدي الأطفال قدر الإمكان. لا تترك الصغار يلهون قرب النار، لا تترك الصغار
فالغاز بالغ الضرر إذا انتشر. خذ الحذر خذ الحذر. دقق ولا تهملي، لديك في المنزل مواضيع كثيرة فيها خطر. خذ الحذر. سلوم امسك السلم جيدا. سلوم 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 احذر. سلوم سلوم سلوم. خليل هل تشعر بألم يا خليل؟ ألم تسمع صوت عظامي؟ ما هذا يا جماعة؟ الأسلاك مكشوفة والبيت منقلب رأسا على عقب والأشياء متناثرة هنا وهناك ليتعثر بها الإنسان. ما هكذا تتم الأعمال؟ إيه هذه أفكار خليل العبقرية. وهل ذنبه أنه أراد أن يساعدنا؟ يكفي ما جرى لذراعه. الذنب ذنبي أنا والخطأ خطأي. ما كان ينبغي أن نفعل كل هذا بأنفسنا؟ كان ينبغي أن نبحث عن اختصاصي في الكهرباء وفي الطلاء أيضا. كل الناس يقومون بأعمال كثيرة في بيوتهم بأنفسهم. Do it yourself. صحيح، ولكن نقوم بالأعمال الممكنة، أما الصعبة فنتركها لاختصاصي. هذا صحيح. احمدوا الله على سلامتكم، والآن اسمحوا لي أن أصلح لكم ما خربتموه. تفضل. خذ الحذر خذ الحذر. دقق ولا تهملي، لديك في المنزل مواضع كثيرة فيها خطر. خذ الحذر خذ الحذر. دقق ولا تهملي، لديك في المنزل مواضع كثيرة فيها خطر. تجنب الحوادث واحذر من النسيان كي لا يصيبك الضرر وتعيش الأمان. خذ الحذر خذ الحذر. لا تترك الصغار يلهون قرب النار. لا تترك الصغار يلهون قرب النار. والغاز بالغ الضرر إذا انتشر. خذ الحذر خذ الحذر. دقق ولا تهملي، لديك في المنزل مواضع كثيرة فيها خطر. خذ الحذر. أبعد يد الأولاد عن كل شيء حاد. لا تهمل الإبرة لا تهمل الصفرة. احذر من المنشار والسكين. ضع كل شيء حاد في موضع أمين. وثبت الخزانة كي تضمن السلامة. وثبت الخزانة كي تضمن السلامة. والمقعد قد يجلب الضرر إذا انكسر. خذ الحذر خذ الحذر. أبعد عن الأطفال سوائل التنظيف. فبعضها قتال وبعضها مخيف. اجمع شظايا الكوب إذا انكسر كي لا يبيتها أحد وتمنع الضرر. خذ الحذر خذ الحذر خذ الحذر.
سلامتك. سلامتك. سلامتك سلامتك نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك 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 نود لك سلامتك لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك. أسعدك تسهو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك تسهو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك صن صحتك واضحك لنا فالطير يشبو حولنا يقول لك سلامتك سلامتك نود لك سلامتك نود لك سلامتك نود لك سلامتك لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك. أسعدك تسهو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك تسهو بتاج العافية ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك صن صحتك واضحك لنا فالطير يشبو حولنا يقول لك سلامتك.